هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذراء، رح أحاول أحكي فيها عن المجال العاطفي والعام. رح أحاول أحكي فيها كذلك حتى عن العزاب، رح نشوف شو بخبئ لهم هذا الشهر، هل في شخص جديد بحياتهم أم لا. كذلك هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية خاصة إذا تحدثنا عن المجال العاطفي. قبل ما أبدأ هذه القراءة بدي أطلب من كل الناس اللي عم يتابعوني إنه يشتركوا عندي بالإنستغرام تبعي اللي راح تلاقوه بالديسكريبشن بوكس، وراح أبدأ ببرج العذراء. عم شوفك يا برج العذراء صراحة إنه أنت أمام اختيارين بالحياة أو أمام بابين، وكأنه بدك إنه تنطلق بالحياة، إنه تبدأ الحياة، إنه تشوف شو وراء هذا الباب. أنا عم شوف فيك وراء هذا الباب اللي أنت عم تفتحه خير كثير وخير جميل جدا، سواء الباب الأول سواء الباب الثاني. أنا عم شوفهم اتنيناتهم وراءهم خير كبير. أوكي، بالنسبة لطاقة الحبيب عم شوفه كتير محطم هذا الإنسان، كتير قلبه موجوع. هذا الشخص عم شوفه كتير طاقته سلبية، ممكن عم يشوف، ممكن أنتم مفترقين أو مبتعدين عن بعض. عم شوف على أنه حزين، طاقته كتير نيجاتيف وسلبية. عم شوفه معتزل بالوقت الحالي، ما عم يحكي معك، عم يفكر فيك، عم يتأملك كل ليلة، عم يفكر فيك، ما عم تزول من باله ولا عم تروح من باله أبدا. وأنت كذلك حتى أنت عم تشعر بانجذاب كتير عالي تجاه هذا الإنسان، كتير عم تشعر بحب، كتير عم تشعر بأنه هذا الإنسان الشخص اللي كنت أنا عم بحلم فيه. عم شوفك كتير متعلق بهذا الإنسان، بس في إشي وفي مشاكل بيناتكم عم تخلي هذا الإنسان أو الحبيب كتير زعلان منك أو زعلان من العلاقة. أوكي، عم شوف على أنه كأنه الحظ معك يا برج العذراء. عم شوف على أنه أوكي، ممكن هذا الإنسان اللي التقيت فيه هو الشخص اللي مناسب جدا، هو الإنسان اللي كأنه رح يغير كتير أشياء بحياتك أو غير كتير أشياء بحياتك، وكأنه أراك شيئا لم تراه بشخصيتك، كأنه أراك شيئا كتير سبيشال أو كتير مميز. أنت عم تشوفه شخص مناسب، وعم تشوفه شخص كأنه النور، كأنه الشمس، كأنه أشياء جديدة، شيء جديد، شيء ما بحياتك ما تعرفت عليه من قبل. أوكي، بالنسبة له هو يبحث عن الاستقرار، يبحث عن الزواج ممكن. بالنسبة لك يا برج الجوزاء أو برج العذراء أستسمه، أنه أنت مو مستعد أبدا للزواج أو للاستقرار بحياتك. عم شوفه أنه هذا الإنسان يبحث عن الاستقرار، يبحث عن الزواج، بده أنه يغير حياته ليصير متزوج. أوكي، بده هذا التغيير بحياته، بس أنت بتشوفه شخص مناسب جدا وشخص هائل جدا، بس ممكن أنت ما بدك أبدا الزواج. بالنسبة له الأمر كتير محسوم، يا يتزوج يا لا، يا يكون باستقرار يا لا. ممكن برج العذراء أنت مش أبدا رايد أنه تكون بعلاقة فيها زواج أو فيها استقرار أكثر. عم شوف كذلك على أنه هذا الإنسان، عم شوفه لهذا الشخص بيحاول انه يكون متأقلم مع شخصيتك بس ما بيقدر ابدا. عم تتعبه يا برج العذراء، انت عم تجيب له ارق، يعني هذا الانسان يعني مش راكب معك. اوكي، او ما بيستطيع ابدا انه يتعامل مع شخصيتك صراحة. عم يشعر بحيرة معك. اما بالنسبة لك فأنت عم شوفك مندفع جدا، عندك مسؤوليات، عندك أشياء ممكن ما عم تخليك أصلا تحاول أنه يعني تكون مع هذا الإنسان. عم شوفك عندك كتير أمور عم تشغل بالك، سواء مسؤوليات عائلة، سواء مسؤوليات أطفال، عندك مسؤوليات كتير كبيرة ما عم تخليك أصلا تكون معه بكوميتمنت سيريوسلي، يعني تكون معه بعلاقة جدية.
ممكن انت جرحته بالكلام، او ممكن لانه برج العذراء انتقادي جدا، هو يعني انت انتقدته كلاميا، انتقدته بكتير امور، يعني تأذى من كلامك او من طريقة كلامك او من طريقة الاشياء اللي حكيته عليها، اوكي؟ حتى لو لم يكن يبدي ذلك لك، اوكي؟ عم شوفك صراحة جرحته شوي بالكلام، قلت له كلام شوي جارح، وهذه الأشياء خلفت له ألم داخلي يا برج العذراء. عم شوف بالنسبة لخطوته القادمة، عم شوف على أنه هذا الإنسان رح يبتعد، هذا الإنسان ممكن يتطلع فيك، يشاهدك، يراقبك، بس ما عم شوفه أبدا ممكن يعمل خطوة، أوكي؟ عم شوفه لهذا الشخص كذلك يا برج العذراء أنه مهتم للأمور المتعلقة بالزواج، كتير مهتم للزواج هذا الإنسان. عم شوف كذلك حتى أنه بالمستقبل البعيد أنه العلاقة لازم شوي من الاشتغال، كتير من الاشتغال مش شوي، هذه العلاقة لازم عشان تتطور وتصير شيء مستقبلي جميل، كتير من الاشتغال. وعم شوف أنه في كتير عراقيل وعندك مشاكل ما عم تخليك أنه تستمر مع هذا الإنسان. ممكن أنت تتعامل مع برج القوس، ممكن كذلك تتعامل مع أبراج مثل الأسد، ميزان، ممكن يكون برج مائي، ممكن كذلك يكون برج ترابي أو هوائي. كتير عم تطلع عندي هذه الطاقة. عم شوف على أنه في شيء يعني يحزنه ويحزنك، كأنه في شيء انتهى، خلاص بدأ ينتهي، أو صارت الصورة تصير تبين أوضح، أوكي؟ كأنه الصورة وضحت لإله ووضحت لإلك. في كتير أمور مختلفين فيها كتير، وعم تجيبكم يعني نوعا ما أرق، أوكي؟ بالنسبة لإله كذلك عم شوف على أنه في إدمان بالعلاقة، مدمنين على بعض، أو هو مدمن عليك، يعني كتير مدمن أنه يحكي معك، انه يكون معك، اوكي؟ هذا الانسان مدمن على انه يكون بعلاقة معك، ما بيستطيع مثلا انه اذا مر اليوم ما يسأل عنك او ما تسأل عنه. في كتير انجذاب وفي كتير تعلق بالعلاقة. بالنسبة لعزي برج العذراء، عم شوفهم صراحة لعزي برج العذراء انه ممكن في شخص يتقدم لإلهم، بس ما عم يشوفوه مناسب جدا، عم يشوفوه شخص لعبي، شخص ممكن حتى انه ما بيتفاهموا معه بالفكر، رح يحسوا حالهم انه هذا الشخص مش الشخص اللي انا بتمناه ولا الذي اريده بالحياة، فبتلاقي في صراعات وفي مشاكل بيناتكم، ما عم شوفه مناسب جدا، وعم شوف فيه كبر، عم شوف فيه خصامات، عم شوف فيه ابتعاد وفي مشاكل، اوكي؟ هذا الانسان مش مناسب لكم، ولا انتم بتحبوه انه يكون هذا الشخصيه اصلا مش راكبه معكم، ولا بتحبوها، ولا انتم مرتاحين بهذه الشخصيه. عم شوف في مشاكل، ممكن حتى يكون هذا الانسان من الماضي ورجع لحياتك، بس انت مش متفاهم معه، ولا عم تحس انه في كيمستري او في تفاهمات كبيرة بيناتكم، أوكي؟ بالنسبة للطاقة العامة يا برج العذراء، عم شوف على أنه بالوقت الحالي ممكن يراد أو يقال عنك أشياء، يعني يراد منها التشهير فيك، أوكي؟ يقال عنك كلام مش جيد أبدا، ويريدون الضرب في سمعتك يا برج العذراء. عم شوف كذلك في أشياء بتحاول توازنها بحياتك، عم شوفك كذلك مهتم لكل ما يتعلق بالإنترنت والتكنولوجيا، وعم شوف في أبواب تريد فتحها لترى ما وراء هذه الأبواب، كتير كتير متطلع وكتير يعني عندك شوق أنه تشوف وراء هذه الأبواب. عم شوف على أنه في كارما تتحقق، إذا في شخص كان يريد بك السوء، فأنا عم شوفه على أنه رح ياخذ جزاؤه، اوكي؟ كأنه في محاكمة ربانية رح تاخذ فيها الثأر، او عم شوف على انه في بهذا الوقت تتلقى رسائل، في رسائل، في مكالمات، في اشخاص كتير عم يسألوا عنك،
وعم شوف على انه انت صادد كل الابواب او صادد كل الطرق للحوار معك، عم شوفك كانه منعزل او ما بدك تحكي اصلا، او ممكن اذا حتى تكلم معك شخص ممكن تكون حاد جدا، او ممكن تكون مثلا صليت الكلام مع هذا الانسان. عم شوف ممكن انت كثير انغدرت من اشخاص مش جيدين واشخاص خائنين وعم تسد الباب امامهم. عم شوف على انه كل المشاكل اللي كانت عندك فانا عم شوفها امام القضاء، عم شوف في اشياء امام القضاء والقضاء ياخذ مجراه. عم شوفك مهتم كثير بصحتك، مهتم بنفسك كثير، برج العذراء بيهتموا بصحتهم وبنفسهم. عم شوفك كثير صادد ابواب او يعني غالق حالك، حاطط حالك بمكان منعزل عن كل الناس، او كنه انت ما صرت تفتح ابواب لكل الاشخاص اللي حواليك السيئين. اوكي، عم شوفك كانه تنهج طريق نحو احلامك وحول اهدافك. ممكن للبعض منكم عم يقدم على طلبات عمل، ممكن للبعض منكم كذلك ممكن بدأوا يفكرون في فتح مشروعهم الخاص، شركتهم الخاصة. ممكن حتى أنه أنا عم شوفك ممكن تفكر بأعمال خيرية، يعني كأنه تنشئ جمعية لمساعدة ناس مستضعفين بالحياة. عم شوفك كأنه هذه الأشياء صارت عم تجيب لك سعادة داخلية، وهذا هو كأنه عم تقول هيدا هو الطريق اللي أنا سأسلكه بالحياة. كل هذه المشاكل والناس والشخصيات السلبية في حياتي رح سكر عليها، ما رح افتح أبدا أمامها الباب أبدا. وعم شوفك عم تلجأ للوضع يعني لكل ما يتعلق بالمجال مثلا الروحاني، الصدقات، مساعدة الناس. عم شوف كأنه عم تلاقي حالك في هذا المجال. أوكي، عم شوفك حتى أنه للبعض منكم عم شوف في قضايا محاكم كتير بهذا الشهر، ما بعرف ليش بقى. بالنسبة لكم يا برج العذراء وبالنسبة لكثير من الناس، عم شوف كأنه في مشاكل انتو مع اشخاص، وحتى ممكن تكون قضايا بالمحاكم بشيء يتعلق بالتشهير بسمعتك يا برج العذراء. كأنه انت اخذت صدمة، ممكن للبعض حصل طلاق، للبعض صار في نوع من المشاكل. فكل شيء او كل الناس او انت يا برج العذراء عم تبحث عن العدل الرباني. في كتير صدمات تعرضت لها يا برج العذراء، بس عم شوفك اكثر تهتم لجمالك، لصحتك، لوضعك الخارجي، لنفسيتك كذلك بتحاول انه تحسنها. ممكن للبعض منكم رح يعاني بهذا الشهر من مشاكل بالإيد. وعلى فكرة الإيد لما بتطلع لأي قراءات كتير عالية بتكون أنت تريد التغيير، أنت تريد تغيير شيء أو إمساك شيء. ممكن حتى يكون رح تمسك أموال، ممكن رح تاخذ أموال مثلا، أو رح تغير شيء بحياتك. في تغيير كتير وارد لبرج العذراء بحياته، حتى عم شوفه انه عم ينكشف له كتير امور لم يكن يراها بالسابق، امور تتعلق باشخاص خائنين، وحتى انه عم صار عم يشوف الشيء واضح جدا. كأنه في كتير من الطعنات تعرض لها برج العذراء، فعم شوفه اكتر يلجأ لبيته، وصار عم يعني يعتزل كل شيء يتعلق حتى بالعزومات، بالضيوف. ما صرت أشوفك أنه أنت صرت تفتح بابك كتير أمام الناس. هيدا كل شيء بيطلع لعندي لبرج العذراء. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.